الله يمسيكم بالخير. طبعا الحب والتعاطف والتسامح والسلام، وخاصة بين الأهل وع الجيران، هاي من الأمور اللي كلنا لازم نشتغل عليها وعلى أنفسنا وعلى أبنائنا. ظهرت ظاهرة حلوة كتير في مدينة أوتوا مؤخرا، وهي وضع علامات على البيوت، وإحنا خليكم مع الساينز وراح تفهموا أكثر منها. طبعا انتم شايفين هذا الساين بثلاث لغات، العربي والانجليزي والفرنسي، بيحكي انه لا يهم اين ولدتم لكنما سعداء انكم جيراننا. النبي وصانا على سابع جار، والكنديين عم بياخذوا هاي الوصية. سلام.